يعني احنا واحد القافله متحركه اللي تنحاولوا نحسوا على الناس على الزيت الزيتون. وهذه القافله فيها المكتب الوطني للسلامه الصحيه اللي تجاوب مع المواطن وتحاول باش يعطيه واحد المعلومه على مثلا على زيت الزيتون اللي عنده سداده الامال وعندها العلامه التجاريه. تيهضروا مثلا على الزيت العشوائيه. هذيك الزيت العشوائيه اللي تتباع اون فراك. يعني كلا تكون في طوموبيل او حدا الجامع او عند مول الحانوت. لونسا هنا تتنصح المواطن بانه هذيك مثلا هذيك الزيت راه مجهوله المصدر. او البيدون اللي مليوح ما تعرفش انسان اش كاين فيه. تحاول الانسان اللهم ياخذها بالعلامه التجاريه وسداده الامان. هذه العلامه هي اللي تكون فيها جميع المعلومات ديال هذيك الزيت اللي مسدوده وعندها واحد لوغو ديال لونسا. يعني مثلا هذيك الزيت تتشرف عليها بعدا لونسا من البدايه ديالها حتى ملي تتوصل لهذيك القرعه وتخرج للمواطن. وهذه القافله انا اللي تمثل فيها الحاج الزيتون. يعني راه جبناها مثلا من اكادير توصلنا للناضو. ومن جاوبنا مع المواطنين لقيناهم بالفعل راهما تيستافدوا وتياخذوا هذه المعلومه باش يحاولوا هما يبعدوا من هذيك الزيت العبار اللي فيها المشاكل. واستافدوا هما يعني تيقول لك انا ناخذها بسداده الامان، ناخذها بالعلامه، بعدا عندها واحد العنوان ديالها وعندها واحد التسميه. من خلال هذه الزياره ديالي لهذ القافله اللي كيديرها المكتب لونسا، اكتشفت بان زيت الزيتون لابد من وضع ديالها في واحد الاناء اللي هو كيراعي السلامه الصحيه، وكذلك بان الخيش ما يمكنش نوضعوا الزيتون في الخيش حيتاش كيتلوث، يعني ضروري نوضعوه في اماكن اللي هي خاصه به قبل الطحن ديالو. يعني هذا المكتب ديال لونسا راه جا مدينه الناظور اللي حط فيها المحط ديالو الان، اكتشفنا بزاف ديال المعلومات المهمه اللي كتخص الجوده وكيفاش يعني نعرفوا بان الزيت صالحه يعني للاكل وكيفاش نوضعوها في اماكن اللي كتصلح الرعايه الصحيه اكثر.